كالعادة بنبدأ البرنامج النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم بكل تأكيد. هنبدأ طبعا بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكمان الاجتماع اللي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر اللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، وأخبار أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه موقف تفعيل المنافذ والشوادر اللي بتوفر السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات. وجه رئيس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وكمان معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات، وده اعتبارا من يناير وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وأكد مدبولي على ضرورة التنسيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجاً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية تحقيقاً لزيادة المعروض منها. امبارح برضو استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة نايس بالمملكة المتحدة. وأشار التقرير لانطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع منظمة نايس، وده في إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية. أما بالنسبة لجولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها توزيع 3900 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لذوي الهمم لمشروعات حياة كريمة في محافظة الغربية. أيضاً تم وضع مصدات خرسانية على كورنيش اسكندرية، وده استعداداً لنواة الشتاء، وأخبار أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي أعلن فيها جمال سطور رئيس مركز مدينة بيلة بدء تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي 2022-2023، وده ب 17 شارع وطريق باعتمادات مالية بلغت 52 مليون و600 ألف جنيه. في أسوان تم توزيع 3900 شنطة مواد غذائية بوزن 13 كيلو من السلع الغذائية بإجمالي 50 طن على الأسر الأولى بالرعاية، وده للمساهمة في تلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة المجانية المدعومة تحت مظلة مبادرة الناس لبعضهم. في بني سويف تم افتتاح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال اللي نظمته الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية بمركز مؤتمرات الجامعة، وبيضم المعرض مجموعة كبيرة من المجسمات واللوحات الفنية المستخدمة في العملية التعليمية الحديثة. في المنيا تم الانتهاء من رصف طريق الخريجين بمركز سمالوط بطول 13 كيلو متر من قرية العزيمة والاتجاه جنوباً حتى حدود مركز المنيا شمالاً، وده ضمن جهود المحافظة لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية. في الغربية اصطحب محافظ الغربية مجموعة من ذوي الهمم في رحلة لمشروعات حياة كريمة بمركز زفتة، وقام الطلاب بعرض مواهبهم في العزف والغناء والرسم وكرة القدم، وكمان تم توزيع مجموعة من الهدايا عليهم، وده في إطار تنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية تفقدت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه أول بالإسكندرية منطقة بئر مسعود للاستعداد للنواة القادمة ووضع مصدات لسور البحر لمنع خروج الأمواج على طريق الكورنيش، وده بعد رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
في الدقهلية كرم المحافظ الدكتور أيمن مختار الطفل المعجزة عمر زكي صاحب 7 سنوات ابن منية سندوب والمقيد بمدرسة المحمودية الإسلامية بالمنصورة، وده لحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية اللي أقيمت في تايوان. في جامعة المنوفية تم استلام 200 فدان بمدينة السادات تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية لتخصيص هذه المساحة لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية، وده في ظل ما تشهده مصر حالياً من تطورات واسعة في كل المجالات. في البحيرة أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عن تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية ونجاحها في الوصول لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وأكدت كمان أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر لحد دلوقتي بلغ 53,473 طالب.